قصصنا الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة السادسة. وشنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت نقولوا باللي المباراة اليوم وين شاهدنا كيفاش انتهت صفر صفر بدون أهداف، نتيجة سلبية. شاهدنا كيفاش كل مدرب ودخل بالخطة تاعو، يعني إيبار وين دخل بخطة 3-5-2. شاهدنا كيفاش أساسونا اللي لعب بخطة 4-1-4-1. شاهدنا كيفاش في الحراسة ماركو تاع إيبار اللي كان له دور كبير، كذلك وين الحارس سيرجيو تاع أساسونا كذلك وين كان عنده دور كبير، خاصة الحارس تاع أساسونا. شنا كيفاش شنا دافيد، شنا أريكي، شنا جورتان، شنا يعني نقولوا بلي شنا كيفاش ناتشو اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني وهو مدافع، شنا جوردان رودريغيز، شنا كيفاش أدريان لوبيز. يعني كانت نقولوا بلي كانت مباراة كانت تكتيكية ما بين المدربين. شنا كيفاش ناتاز، شنا كيفاش بيدرو، شنا كيفن، شنا سيرجيو من جانب إيبار، شنا وين شنا أريكي وين ضيع هدف في الدقيقة 83. شنا كيفاش 83 وين كانت شنا كيفاش اللاعب اللي دخل سيرجي اللي دخل الدقيقة 57 وهو مهاجم كذلك، وين بسبب نقولوا سبب التسرع وين إيبار ضيعوا أهداف خاصة في 10 دقائق الأخيرة وين ضغطوا وين شنا أساسونا وين أساسونا اللي رجع للوراء من أجل الحفاظ على هذه النتيجة. شنا كيفاش انتهت المباراة، للمباراة نقولوا باللي تلعبت أغلبية الوقت في خط وسط الميدان. شاهدنا هجمة بهجمة في الشوط الأول وين كان الفرص الإيبار باش تسجل في الشوط الأول، لكن شنا كيفاش انتهت المباراة وين المباراة هذه الجولة السادسة، الإيبار 0 أساسونا 0 الدور الإسباني الدرجة الأولى. هذه صعيد.